السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استنفرت السلطات المحلية والقيادة الإقليمية للوقاية المدنية والدرك الملكي بسطات عناصرها مساء اليوم الأحد بعد إصابة 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة دون تسجيل أي وفاة نتيجة انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الإقليمية 3606 في النفوذ الترابي بجامعة تمدروس. وأوضحت مصادر مطلعة أن حافلة للنقل العمومي كانت قادمة مساء اليوم من إقليم خريبكا نحو إقليم الجديدة مرورا بسطات قبل أن تنقلب في النفوذ الترابي لجامعة تمدروس شرق مدينة سطات بعدما فقد السائق السيطرة على المقود لأسباب شكلت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية وجهوية سطات. الحادث استنفر عناصر الوقاية المدنية بثكنة سطات حيث انتقلت 5 سيارات إسعاف مصحوبة بشاحنة للإطفاء والإنقاذ نحو الحادث تحت إشراف القائد الإقليمي ونائبه وسارعت إلى نقل 35 مصابا على دفعات حسب حالة الخطورة والأولوية إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني قصد العلاج. وانتقلت في السياق ذاتي عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات تحت إشراف المسؤول الإقليمي للدرك الملكي فضلا عن ممثل السلطة المحلية حيث قامت بمعاينة الحادثة وحماية مستلزمات المصابين وتأمين المرور على الطريق الإقليمية رقم 3606 قبل قطر الحافلة نحو المحجز البلدي مع فتح بحث في الحادث لكشف ظروف وملابسات وقوعه تبع لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية سطات. وأفادت مصادر طبية بأن حالة جميع المصابين المنحدرين من كل من سطات والجديدة وسوق السبت وبني ملال وواد زم وزاقورة والفقيه بن صالح قد خضعوا للإسعافات الضرورية بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات دون تسجيل أي وفاة إلى حدود الآن في انتظار مغادرة الجميع للمركز الصحي ليلة الأحد على أبعد تقدير.